تعالى بقى، لان انت بص بقى، احنا دلوقتي في فتره توقف. ففتره التوقف دي ايه بقى؟ مفيش ماتشات، مفيش اخبار، مفيش نتائج، مفيش احداث، فالدنيا هاديه. يعني في الوسط الرياضي كده الدنيا هاديه، لما بتيجي تتكلم عن الرياضه فاهم، الدنيا هاديه. فهتلاقي ايه، ناس كتير بتحاول تعمل اخبار طبيعي. يعني في ناس تقول لك، في بقى ناس هتحاول تعمل اخبار، تبقى اخبار ناتجه عن اجتهادات حقيقيه واخبار طبيعيه ومنطقيه، وممكن فعلا تكون حاجه على ارض الواقع موجوده. وتلاقي البعض الاخر يقول لك ايه، يقول لك لا احنا مش هنقعد فاضيين كده، احنا لازم نملى الموقع بتاعنا، الجرايد بتاعتنا او الصحيفه بتاعتنا، الكلام من ده باخبار ايا كان بقى هي صح ولا غلط. احنا دورنا ايه خلال الفتره الحاليه؟ اللي احنا نوضح لحضراتكم كل الامور. فخلينا نبتدي بملف ملف. اول ملف هتكلم فيه هو ملف الثلاثي اللي عقدهم بيخلص مع النادي الاهلي مع نهايه هذا الموسم، اللي هم مين؟ رامي ربيعه، حسين الشحات، وياسر ابراهيم. دول الثلاثه اللي عقودهم بتخلص مع نهايه هذا الموسم. فالناس دلوقتي بتقول لك ان ايه، مفيش رغبه، ركز في كلامي، مفيش رغبه عند النادي الاهلي وبالتحديد عند كولر بخصوص التجديد للثلاثي. حلو؟ حلو. بدليل ايه؟ بان ما حدش اتكلم معاهم لحد دلوقتي. هل حد اتكلم معاهم لحد دلوقتي؟ بصراحه لا. هل ده معناه ان مفيش نيه داخل النادي الاهلي لتجديد عقد الثلاثي؟ برضه لا. امال ايه الوضع؟ الوضع ان كل حاجه يا جماعه ليها توقيتها. كل حاجه داخل النادي الاهلي اكيد بتبقى منظمه، في توقيتات معينه للحديث عن التجديد، في توقيتات معينه للحديث عن الصفقات واختيار بعض العناصر ممكن تكون اضافه للنادي الاهلي في شهر واحد باذن الله تعالى. في بعض التوقيتات اللي ممكن تكون مركز فيها بشكل اكبر على استعدادك لمباريات مقبله، الكلام من ده. حلو؟ ماشي. دلوقتي ده مش توقيت الحديث عن التجديد. هتقول لي ما هم في يناير يحق لهم ان هم يمضوا في اي نادي، طبعا متفق معاك. لكن باذن الله واحد احد قبل يناير هيكون الموضوع ده حسم. هيكون الموضوع ده حسم. وكله من خلال طبعا رؤيه كولر بالتنسيق مع المسؤولين عن الكوره داخل النادي الاهلي. الموضوع ابسط من البساطه. الناس هتحاول بقى تهول في القصه دي، وان اصل الاهلي عايزين يخلصوا من حسين الشحات، والاهلي الراجل مش مقتنع بياسر ابراهيم عشان مش عارف ايه، ورامي ربيعه اصل مشاكله كتير. ولا حاجه من الكلام ده خالص. الراجل مبسوط جدا من حسين الشحات، مبسوط جدا من ياسر ابراهيم بدليل انه لعب في المباراه الاخيره بشكل اساسي على حساب عبد المنعم الغائب بسبب الاصابه. مبسوط جدا، مفيش مشكله خالص بالنسبه برضو لرامي ربيعه. وانت في كل الاحوال لما تيجي تتكلم عن حسين الشحات انت كده كده ممكن تكون بتفكر في جناح، فهتنشي جناح من عندك؟ لا طبعا. ادي واحد. اتنين، انت في الخطوط الدفاعيه مش بتفكر لحد دلوقتي في انك تتعاقد مع لاعبين في الخطوط الدفاعيه، هتمشي اتنين من عندك رامي ربيعه وياسر؟ لا. اذا النيه عند النادي الاهلي ايه؟ هي نيه التجديد. التوقيت بقى هو اللي بيحكم. ده بيبقى مين اللي بيحسمه موضوع التوقيت ده؟ الناس في النادي الاهلي، هم ادرى بالملفات اللي زي دي. فما نديش فرصه يا جماعه لاي حد يحاول ان هو يتكلم في الامور اللي زي دي ويخلق حاله من حالات اللغط والجدل حوالين النادي الاهلي، لان الاهلي ماشي بشكل كويس جدا. فاحنا منتظرين، احنا مع النادي خطوه بخطوه، وواثقين جدا في الناس اللي موجوده، وواثقين جدا في المدير الفني الجديد ورؤيته. فالامور بسيطه ومفيش اي مشكله خالص. ادي ملف كده، اعتقد وضحت لكم حته ايه، تجديد الثلاثي.